السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. كيف صحتكم؟ إن شاء الله طيبين كويسين. نحن وصلنا لفين؟ لوين؟ جيد. اتكلمنا في المرة الماضية عن الحيض والنفاس، آخر تنتين غير مكان. تعال في الوسط، تعال جلسوا هنا، غير مكانك أو جلسوا هنا جنب البنات. يلا رح نتكلم عن موضوع هنا جنب البنات. حكينا رح نتكلم عن موضوع قواعد الحيض، تذكروا؟ ست. انتبهوا أخواتي، هذه القواعد كحيض نرجح لست قواعد، كويس؟ ايش هي؟ انتبهوا معي في هذا الموضوع، تفضلي اختي. لست قواعد، ما هي؟ اقل الحيض 3 واكثر 10، فيها ايش؟ وبالتالي اذا رأت المرأة دم اقل من 3 ايام يعتبر ايش؟ استحاضة. هل شرط الثلاثة تكون مستمرة؟ مش شرط، المهم الأول والآخر. هاي في الزكاة عندنا نفس الشيء، المهم بدايته ونهايته. ممكن امرأة ترى دم ينقطع، ترى المهم أنه رأت يعني 3 أيام، سواء كانت مستمرة سواء كانت متقطعة، سواء في بدايته أو نهايته، أقل شيء 3 أيام، 72 ساعة. وأقصى شيء كم حكينا؟ 240 ساعة. بعد 240 ساعة نحن ما في عندنا حيض في مذهبنا، ما في حيض. اي دم تراه المرأة بعد 72 ساعة هذا يعد دم ايش؟ استحاضة. فاذا القاعدة الاولى اقله 3 واكثره ايش؟ 10. الثانية اقل النفاس لحظة واكثره لا حد له. ممكن امرأة تلد ويخرج دم منها لحظة ثم يتوقف ولا يرجع إليها، بس لو رأى الدم، لو توقف الدم، ولدت ورأى الدم ثم توقف أسبوع أو أسبوعين، أو توقف وجاء في آخر 40، بيكون 40 كلها دم، بيكون كل 40 نفاس. انتبهتم؟ يعني أي دم يأتيها في 40 ماذا يكون؟ دم نفاس. بس إذا توقف الدم عنها ولم يأتيها إلا بعد 40، اللي بعد 40 راح ترى هذا يبدأ دم ايش؟ حيض. رجع معي، اخطأت. اذا اقله لحظة واكثره 40، الذي لا حد له اسف الطهر، اقله 15 واكثر. القاعدة التي بعدها اذا لحظة، يعني المرأة مجرد ان ترى دم هذا دم ايش؟ ممكن امرأة تعمل عملية قيصرية كما تعرفون، وبس يعمل عملية قصيرة بيعملها تنظيفات، يعني بيزيلوا كل ايش، فيمكن بعدها اسف تبقى بس يوم يومين ثلاثة ينزل هالدم ويتوقف، فبكون هاليوم هاليومين هي دم النفاس، بعدها ايش؟ طهورت المرأة. لكن اذا رجع لها في 40 يعتبر دم نفاس. اذا رأت 41 لا، هذا الدم خارج النفاس، وبالتالي اذا استمر 3 ايام يكون حيض. فاذا اقله لحظة وأكثره 40. أي دم تراه في مذهبنا المرأة فوق 40 ماذا يعتبر؟ دم استحاضة، لا يعتبر. إذا فوق 40 وزاد عن 3 أيام صار دم حيض. دم حيض. فإذا النفاس أقله لحظة وأكثره كم؟ 40. نريد أن نحفظها. بعض نساء في ذهن 60، طبعا هذا مذهب آخر، الشافعي 60، حتى طبيا يقول المرأة معتاد يكون كم؟ 40 وليس 60 ولا كل هاي القصص هاي كلها. الموضوع اللي بدنا ننهي، يعني خلاص المرأة مجرد أن يزيد الدم عن 40 نعتبر هذا دم إيش؟ استحاضة، ما بنعتبر دم نفاس. انتهينا. ثلاثة أقل الطهر بين الحيضتين
أو بين الحيض والنفاس لديش 15 يوما. أتها دم 3 أيام 5 أيام اعتبرها حيضة، ما بينفع بعد أسبوع عملها حيضة ثانية، لازم بين الحيضتين لديش 15 يوما. وهذا طبعا في مذهبنا ومذهب غيرنا نفس الشيء هاي المسألة، يعني كانوا عند الحنابلة قول 13 يوم. نعم 15 يوما لابد، حيضة حيضة حيض ونفاس 15 يوما طهر. الطهر لا حد له، ممكن امرأة يعني يمر سنة وسنتين وخمس سنوات لا يأتيها حيض، وارد قليل بس موجود، فلذلك لا حد له. مضطرين الآن إذا طلقت بدنا نعملها عدة، نعمل نحسب لها بس. أما في الوقت في المعتاد الامرأة طالما طاهر لا تعتبر حائض ما لم تر الدم. إذن صار عندنا ثلاث قواعد، أقل الحيض 3 وأكثره 10، أقل النفاس لحظة وأكثره 40، أقل الطهر الفاصل الطهر الصحيح 15 وأكثره كم؟ لا حد له. هي كم قاعدة؟ 3. القاعدة الرابعة، جميع ألوان الدم حيض، ما منقول كدرة صفرة خضرة حمرة، كل الألوان، لأن امرأة على حسب نفسيتها صحتها أكلها شربها مرضها تجد لون مختلف، فبالتالي أي لون يخرج من المرأة يعتبر إيش؟ حيضا. هذا بريحنا أخوتي وأخواتي، بريحنا كثير في موضوع إيش؟ في موضوع الإفتاء. الإفتاء تجلس الشخص يشرح لك ورأيت كذا ورأيت كذا، كل هذا الكلام ما بهمك، خلاص في لون إذا إيش؟ حيض. مشحات مش مشحات تمشيطات 100,000 قصة بيحكوا لك، كل هذا ما له قيمة. دم إيش معناه؟ هذا أسهل للمفتي والمستفتي، أسهل على الكل. هاي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، يثبت الحيض بمرة واحدة. يثبت الحيض يعني أعطيكم مثال، امرأة عادتها 6 أيام منذ 5 سنوات، المرة هاي رأت 6 أصبحت عادتها 6. امرأة عادتها لخمس سنوات 10 سنوات 5 أيام مثلا، الآن رأت هذه المرة 6 أيام، ماذا يكون؟ 6 أيام. مجرد رأت مرة واحدة دم صحيح أو طهر صحيح يعتبر عادة لها. وبالتالي أطبق لكم عليها، امرأة عادتها 7 أيام لسنوات، ثم رأت هذه المرة 8 أيام اعتبرناها 8، رأت المرة التي بعدها أكثر من 10 استمر الدم. تعرف عندما يستمر الدم نرجع للعادة إيش؟ للعادة القديمة. نرجع للسبعة وللثمانية، آخر مرة رأت فيها طهر صحيح كم؟ 8، فإذا يكون 8. وبالتالي ماذا تفعل؟ ما زاد عن إيش؟ طبعا هي مجرد صار 10 تغتسل وانتهينا، مفروغ بعد 10 ما في إيش؟ ما في حيض. بس الآن عندما استمر الدم زيادة عن 10 علمنا أن هذا الدم دم إيش أخواتي؟ دم فاسد. علمنا أن هذا الدم دم إيش؟ هذا الدم دم فاسد. معي؟ علمنا أن هذا الدم، وطالما الدم فاسد إذا نرجعها للعادة القديمة، فآخر يومين هي كانت تاركة للصلاة فيهم صح؟ ترجع تقضيهم اللي هو 9 و10 صح؟ أو 8 و19 يومين، لا 8 و19 مش مشكلة، مو على حسب الساعة، فبترجع تقضي الصلاة فيهم. فهمناها؟ انتبهوا لهنا مسألة يعني حتى أشرح لكم إياها أكثر. طالما انتقال عادة المرأة من 3 إلى 10 ما نتحدث معها، كانت 7 صارت 3 صارت 4 صارت 5 عادي، ما في مشكلة، ما تبتظهر عندنا المشكلة إذا زاد عن 10 نضطر نرجعها لآخر إيش؟ آخر حيضة صحيحة، تعتبر أخيرة ولو مرة واحدة. انتبهنا لهذا؟ أي قديم؟ ما في قديم، صحيحة كل العادة صحيحة بنفسها، ما لنا دخل فيها. المرأة انتقالها من 3 إلى 10 في عندنا مشكلة فيه؟
متى تظهر المشكلة؟ إذا زادت عن 10 تبين أن الدم فاسد فأرجعناها. إذن تثبت إيش؟ تثبت العادة بإيش أخوتي وأخواتي؟ بمرة إيش؟ واحد. كم قاعدة صار عندنا؟ 5. يمكن خلص مش عارف ضل غيرهم ولا إيش هي نسي. يعني مثل هاي الخمسة، هذه الخمسة إذا ذكرت أساس بحكي لكم إذا يمكن هي الخمسة وخلصنا. هذه شايفين عدد الأصابع، أقله 3 أكثره 10، أقل النفاس لحظة أكثره 40، أقل الطور 15 وأكثره ما لا حد له، يا جميع ألوان الدم حيض. الآن تذكرت وحكينا إيش بعديها؟ يثبت الحيض بمرة واحدة. الطهر المتخلل في مدة الحيض حيض. شو معناها؟ رأت المرأة دم ثم انقطع عنها 3 أيام، ثم رأت دم لمدة إيش؟ يومين. لنفترض رأت يوم دم هيك بس فرضية، رأت يوم دم انقطع 3، ثم رأت إيش؟ يومين دم، ثم رأت يومين طهر، ثم رأت يوم دم، اجمع المجموع يوم زائد 3 4 زائد يومين دم 6 زائد حكينا بعدها إيش؟ يومين طهر هاي قديش؟ 8 زائد يوم دم 9، صارت 9 كلها حيض. الطهر المتخلل هذا نسميه، ماذا نسميه؟ الطهر المخلل الذي يكون أثناء العشرة. يعني في العشرة ممكن ترى اليوم الأول دم واليوم العشر دم، أصبح العشرة كلها إيش؟ حيض. فطالما الطهر جاء في العشرة أيام في مدة حيضها يأخذ حكم الدم المتوالي. طبعا هذا المرأة متى تعرفه؟ بعادتها. يعني بعض النساء يستمر الدم، في بعض النساء معتادة أثناء عادتها يتوقف الدم ساعات، يتوقف الدم يوم يومين، فهي إذا عرفت هذا لا حاجة لها أن تغتسل وتصلي. أما إذا أول مرة ما يدريها، جاءها دم توقف تغتسل أو تتوضأ وتصلي صح، بس إذا مرة بعد مرة دائما يتوقف الدم عندها يعني يوم ويومين وثلاثة، فلا حاجة أن تفعل ذلك. انتبهنا لهذا الموضوع، فنسميها الطهر المتخلل. يعني الطهر المتخلل هو توقف الدم في أثناء الحيض، حكمه كتوالي الدم، بس بشرط أن يكون في مدة إيش؟ الحيض، في مدة الحيض المعروفة 10 أيام. فإذا صار عندنا هاي 6 قواعد: الطهر المتخلل كالدم المتوالي. رأيتم؟ العادة تثبت بمرة واحدة، ذكروني، جميع ألوان الدم حيض، أقل الطهر 15 وأكثره لا حد له، والنفاس لحظة وأكثره 40، وإيش 3 أيام وأكثره. هاي 6 قواعد بتحلوا عليها 90% من مسائل الحيض. صدقا 90% من مسائل الحيض ترجع لهاي 6 قواعد. المسائل الأخرى يعني التفريعات الأخرى يعني بترجع لقواعد، يعني بس ركزوا على هاي. في كتاب الآن لعبد الفقير في قواعد الحيض في 50 قاعدة بدور على هاي، يعني على هاي الرئيسية. القواعد الأخرى توضيحية إلها، ومذكور في آخره حوالي 100 فتوى إجابة أسئلة الناس. لذلك أنا بتمنى من كل واحدة منكم خاصة والأخوة كمان أيضا يقرأوا، يعني سهل ميسور، لأنه موضوع الحيض يكاد الكل يخطئ فيه وما بيعرفه وما بضبطه، وفي أخطاء كثير جدا، والنساء على حل شعرهم فيه ايه على هيك مشيات سبهلله. يعني لا تعلم ولا ما يحزن، وهذا واجب فرض عين، يعني لازم نتعلم ونعرفه حتى تصح عبادتنا، تصح صلاتنا، تصح صيامنا. يعني امر، والحيض مش امر ثاني، والمراه يعني في حياتها ربع حياتها حيض، يعني ليس امر ايش او ثلث حياتها حيض، يعني مش امر ايش هامشي يحصل في العمر مره. وبالتالي ضروري للرجال وللنساء، ليس خاص بالنساء، للكل أن يعرف، لأنه تسأل وتجيب ويحصل هذا الأمر بيننا جميعا. والأمر كما رأيتم نحن على مذهبنا رأيتم سهل، 6 قواعد هي ب5 دقائق شرحناهم توتوتوت، بس يحتاج أن يراجع ويقرأ فيه ويتابع. أرجو في دورة للحيض الكل يسمعها يستفيد منها ويدرسها ويعلمها، مفيدة جدا، مسجلة وكذا وكذا. فأرجو تكونوا فعالين في هذه الموضوعات، يعني خلي اللي حواليكم يشعروا أنكم تدرسوا شريعة، انتم بتتعلموا بتعلموا، تستطيع تجاوبوهم عن الاشياء اللي هم بتقع في حياتهم، مش طول الوقت مشغول في حياتي بدور حول نفسي وشا. ايش يا شيختي؟ دكتوره الطهر المتخلل بالحج والعمره يصير؟ لا
يعني تبقى حائض فيه. نفس الشيء احكام الحائض. احكام الحائض نفس الشيء. الان احيانا يعمل بمذهب المالكية لان عندهم الطهر المتخلل كأنه طهر. فممكن نستفيدها يعني في الطواف للمضطر للضرورة ممكن. بس بعدها نحتاج ان نتأكد من المالكية ايش حقيقتها وصلت. والا الحائض لا يجوز ان تطوف عرفتي او تدخل المسجد طبعا بالاجماع. انتبهوا لذلك. انت ايش اختي؟ طيب هلا في دول مثلا ما فيها مي كيف لازم يعني شو لازم تعمل حتى تصل يعني دول ما فيها مي هذول ليش عايشين يعني؟ لا عم بلغ الدول في كثير اشياء تصير يعني في دول كثير يعني ما فيها مي ما بتوفر كيف فيها مي؟ يعني اغلب مناطق محدده انا بعرف الماء الماء يعني في كل مكان يعني في دول شو؟ ضروره اساسيه عشان الواحد فما في غنى عن الماء. لكن في حالة ممكن المرأة تطهر بحاجة للماء ولا يوجد ماء على شروط التيمم اللي درسناها تتيمم على ضوابط التيمم فهمتيها اللي درسناها. بس نرجع للتيمم. تفضل أختي. النفاس بياخذ حكم الحيض يعني لو كانت أول ولادة 30 يوم طهرت الولادة اللي بعدها من رجعها 30 أوافق. إذا زاد الولادة اللي بعديها على 40 من رجعها لآخر عادة صحيحة في الولادة. الأربعين لا مو في الأربعين هذا كله نفاس. بس إذا 41 تبين أنه الدم فاسد. إذا فاس من رجعه لآخر عادة صحيحة في النفاس مش في الحائض. آخر عادة صحيحة في النفاس 30 وبتقدر 10. صدقتي صدقتي هكذا هكذا بتقدر. إيش سيدي؟ عادة أصلاً 7 أيام هذا الشهر 8 والرجل لا يجوز له أن يتقرب حتى تنتهي 10 أيام في هذه الحالة. هي عادتها اصلا كم؟ 7 وهذا الشهر ايش؟ 8 الان يسال الموضوع انه زادت عن عادتها. هي عادتها 7 فزادت 8 وطهرت على 8 واغتسلت 100% هل تحل لزوجها؟ تحل. الان ترى البحث المتعلق في هذا في اغلب هاي الاشياء في ظني الله على بحث استحباب افضليه والله اعلم. تفضل. ما هو رأى الدم؟ رأى الدم ثم انقطع يوما؟ يوما ثم رأى الدم يعني أصبح 3 أيام صح؟ ما أصبحت ماذا؟ حائض. حائض لأنه طالما يعني الدم استمر 3 أيام سواء مستمرا أو توقف في وسطه يعتبر الحائض. نعم. أكثر سؤال الآن بس موضوع النفاس تمام؟ رأت مثلا دم 3 أيام ثم ظنت أنها طهرت لأنه حوالي 70 ثم رأى الدم الآن أعطيك مثال يعني ولدت بعد 3 أيام طهرت بمجرد مر عليها وقت صلاة ولا ترى دم تغتسل وتصلي هي ما بتعرف يعني في النتيجة طهرت فتغتسل وتصلي وتصوم ولا كأنه في حاجة بعد 3 أسابيع رجع لها الدم تبين أن الصلاة اللي صلتها باطلة بس هي مكلفة أن تصلي لأنها لا تعلم. طب كانت صائمة في رمضان نفترض أن هذا الوقت كان في صيام رمضان بدها ترجع تقضي ايش يا اختي؟ تحكي عن ايش؟ كانت تحكي عن فترة النفاس 30 تقضي 10 أيام اذا المرة الجاية جت مثلا 40 طب ليش مش 40 جاءت 41 ما هي شو اللي صار؟ هي الآن خلينا أمشي دقيقة أشوف الجواب أنا حكيت خطأ ولا لا. هي عادتها السابقة في النفاس 30 المرة هذه استمر الدم استمر الدم لا مش 40 استمر أكثر من 40 شرطنا استمر أكثر من 40 أما إذا استمر ل40 لا صار عادة جديدة ما بتقدر. بس إذا صار فوق 40 الآن تبين أن 10 أيام الأخيرة كانت طاهرة استحاضة وليس حيض وليس نفاس فتقضيها. فهمتيها؟ تفضل أختي. الآن نحن مذهبنا ما في هذا الشيء
مذهبنا ما في ما في هذا الأمر، يعني ما بنحسب لها 12، بنحسب لها لعشرة، وما زاد هذا لا نعتبره حيض، استحاضة نعتبرها فقط لعشرة بس، حتى ولو ما بنعتبر أكثر من عشرة في مذهبنا، بس عشرة والزائد نعتبره استحاضة مباشرة. طيب شيخاتي، مين منكم سمع فتاوى الطهارة؟ قرأتوها كاملة؟ مين قدم فيها امتحان؟ طيب شدوا حالكم، مالكم مطالبين انتم فتاوى الطهارة والصلاة؟ الصلاة حوالي 1400 سؤال بدك تقرأوها، بس هاي أسئلة الناس، يعني هذه أسئلة بتقع من الناس، وبالتالي ضروري انكم تقرؤوها حتى تفهموا يعني أسئلة الناس وأجوبتها وتتمكن من المادة. والطهارة أرجو نفس الشيء تقرأوها. فلا تنسوا اللي ما بلش يشد حاله، قبل ما تجي الامتحانات هسه شدوا لحالكم. المد بالله ذكروني آخر محاضرة من التليفون منطلع لو عنده، هو أظن الطهارة داخل يمكن كامل، هم نتأكد يعني. إيش مالها؟ في فتاوى حية في الطهارة، بعثوا لكم إياها على الجروب، موجودة بتقرأوها كامل ضروري إخوتي. نعم موجودة على المعهد، موجودة على الجروب، ضروري إخوات أهل، يعني لازم هاي الدراسة الشرعية اللي بتدرسوها حقا تضبطوها وتتمكنوا منها. يعني كل ما ضبطت أكثر وتمكنت كنت يعني عنصر نافع ومؤدي لرسالة وواجب عليك. حياة العدم مبالاة كارثة إخوتي وأخواتي، كارثة. ونحن مبتلين في مجتمعات تعيش عدم مبالاة، وحرام يكون طلاب الشريعة أمثالكم يعيشوا كما يعيش إيش المجتمع عدم مبالاة. لازم يكون عنده عنصر جدية، قتلتنا عدم المبالاة هاي، فبدنا خلاص نقرأ ونطالع ونتابع ونستفيد وننفع المسلمين يعني، وإشي صار متوفر بين أيديكم يعني. يلا وصلنا عند باب الأنجاس، يلا باب الأنجاس، باب الأنجاس. باب الأنجاس أقرأ. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين: باب الأنجاس وتطهيرها. النجاسة غليظة وخفيفة. أخوتي وأخواتي نحن النجاسة على قسمين كما تعرفون، غليظة وخفيفة. النجاسة في نفسها نجاسة، ما في فرق، كلها نجاسة، لكن هذا التقسيم يرجع لمقدار العفو. النجاسة الغليظة مقدار العفو فيها درهم، يعني مقدار الكف. ما معنى الكف؟ أن تمسك الماء وتضعه في يدك هكذا. الآن مثلا هاي وضعت ماء في يدي، معذرة، ها مش مشكلة. بعد ما أضع الماء في يدي هكذا أفتح يدي، انظروا عندما فتحت يدي كم بقي ماء فيها في قعر الكف مجتمع. هذا الماء المجتمع هو مقدار الدرهم الذي يجتمع في قعر يدك، انظروا كم، رأيتم؟ يعني مقدار بريزة تقدار تقريباً، هذا مقدار قعر الكف، وصلت؟ هذا مقدار قعر إيش؟ هذا مقدار قعر الكف. فبدنا الماء، بدنا النجاسة الغليظة إذا كانت مقدار هذا الماء على ثوبك على بدنك معفوة، وإذا كانت إيش أكثر من ذلك، أكثر من ذلك ما الحكم؟ لا تصح الصلاة معها، لا تصح الصلاة إيش إخوتي وأخواتي معها إن كانت أكثر من هذا المقدار. اتفقنا على هذا؟ إن كانت أكثر من هذا المقدار. الخفيفة لا، الخفيفة ربع الثوب، ربع العضو، يعني لابس جوكيته ربعها يصبح نجس، أقل من ذلك معفو. طبعا هذا جعل في مذهبنا سعة، ودائما نحكي لكم مذهبنا مذهب العوام، ما معنى مذهب المسلمين؟ عامة الناس على مذهبنا بتصح عبادتهم، بتصح صلاتهم، بتصح صيامهم، ليس بصعب،
وبالتالي حتى لو نجاسة مغلظة لاحظ مقدار الدرهم. طب من وين جبتوا مقدار الدرهم؟ هاي جبتوها من وين أتيت بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه عن الصحابة أنه كان يأمر الصحابة أن يستنجوا بالحجارة، والحجر لا يزيل عين النجاسة، شو بيعمل فيها؟ ماذا يعمل؟ يخففها، وبالتالي آسف يبقى على الدبر شيء من النجاسة لأنه خففه. فقدروا الدبر، كم مقدار الدبر؟ قدروه بالدرهم، قدروا. فقال استحيوا أن يذكروا الدبر في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم. فقالوا إذا صحت الصلاة ووجود مع وجود نجاسة على الدبر لأنه مسح بالحجر، فإذا كان مقدار هذا على الثوب أو على البدن فهو إيش؟ معفو. وأظن استدلال جدا قوي، صحيح؟ جدا ممتاز، وفيه توسعة كبيرة على الناس. يعني بعض المذاهب تشدد لو كان عليك قطرة بول قطرة دم ما الحكم؟ باطل. فصار في مقدار عفو كبير. في حديث البخاري حديث العرنيين اشربوا من أبوالها وألبانها للإبل. طب البول لا يشرب، طبعا في خلاف هل يشرب أو لا يشرب وكذا. المعتمد عندنا لا يشرب بول لأنه نجس، لكن الحديث أفاد، لاحظ الحديث أفاد التوسعة فيما يتعلق بالطهارة فيه. فتعارضت الأحاديث عند أبي حنيفة عندما تتعارض الأدلة، في حديث استنزه من البول، وفي حديث وهو عام اشربوا من أبوالي، هذا يفيد الطهارة يفيد النجاسة. فلما تعارض الأحاديث استفدنا منها إيش؟ أن مقدار العفو في الطهارة أكبر. طب قدرنا بالربع، من وين أتيتم بالربع؟ الربع في الرأس، الربع قام مقام الكمل، صح؟ فبالتالي طالما النجاسة اللي في الثوب أقل من الربع إذن هي مش كثيرة، إذا أكثر من الربع صارت إيش؟ كبيرة. فأخذناهم من الضرورة ناس، يعني معذرة أخوتي وأخواتي، أنتوا عايشين في المدينة لا بتشوفوا البقرة ولا الغنم إلا في التلفزيون، لا بكونوا عايشين معها، وبعض الأوقات بناموا في نفس الحجرة نفس الغرفة عايشين الحمار عايشين مع بعض، وهم بيحلبوها هم كذا، بيحصل بول يعني منها عليها، وبتكون الأرض فيها بول بتنتقل عليها ورداد وكذا وكذا. فلو قلنا بتنجس بالبول القليل من ما يؤكل لحمه، أهل البادية وأهل الأغنام والأبقار سيقعون في حرج شديد، وهم ليسوا بقلة، هم نسبة كبيرة من المسلمين، ممكن 30-40% من المسلمين هم يعيشون في البادية، أو 50 أو أكثر من المسلمين يعيشون في البادية ويعيشون مع هذه الحيوانات ويصلهم شيء من نجاستها. فبالتالي كان في رحمة عندما نقول طالما أنه أقل من ربع الثوب فهو إيش؟ فهو معفو، فرحمة كبيرة لهم. هذا يعني من خلاله ترون وتلاحظون كم هذا المذهب مذهب يسير وسهل في التطبيق، وبالتالي عملنا في المذهب هو ليس إبطال عبادة الناس وليس تعجيز الناس، وإنما إيش؟ تصحيح إذا أمكن نجد لهم إيش؟ مخرج. فإذا قسمناها إلى غليظة وخفيفة من جهة إيش؟ العفو. من جهة ماذا؟ من جهة العفو، وإلا في نفسه هي نجاسة ولا مش نجاسة؟ نجاسة. ومراعاة لوجود الضرورة فيما يؤكل لحمه في ضرورة، فيما لا يؤكل لحمه لا يوجد إيه؟ ضرورة. نقرأ: النجاسة غليظة وخفيفة، فالغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر. فبالتالي قبل قليل في النجاسة الخفيفة لما تعارض كل أشربوا من أبوالها وألبانها مع حديث استنزوا من البول تعارضت الأدلة فخففته. أما في الغليظة وجدنا فقط نص واحد يمنع، فبقي إيش على ما هو، ولا حرج في اجتنابه. إذا نظرنا فيه هل يوجد تعارض في الأدلة واحد، واثنين هل يوجد ضرورة أو لا يوجد إيش ضرورة. وإن اختلفوا، أبو حنيفة لم يلتفت هل اختلفوا أو لم يختلفوا فيه، الذي يجعل النجاسة الغليظة خفيفة بسبب اختلاف هم أبو يوسف ومحمد وليس أبو حنيفة، لعندهم الخفيفة ما اختلف الفقهاء فيها، والغليظة ما لم يختلف فيها. عند أبي حنيفة الغليظة ما لم تختلف النصوص فيه، والخفيفة ما اختلفت النصوص فيه، يعني كل له قاعدته.
لأن الاجتهاد لا يعارض النص. أبو حنيف يقول عندنا نص وجاء اجتهاد فنعمل بالنص. والمخيه ونجاسته آم شيخنا شيخاته واضحة؟ واضح الجميع؟ أشرح ولا واضح؟ وعندهما المغلظة ما اتفق على نجاسته. النجاس كل العلماء قالوا نجس فهو مغلظ، ما اختلفوا ولا بلوى في إصابته. رجعنا لفكرة هل يوجد ضرورة أو لا يوجد، إيش؟ فالكل يلتفت إلى الضرورة والحاجة. والمخفف ما اختلف في نجاسته لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص. أليس نحن قول أبي حنيف في حقنا حجة؟ صحيح؟ كما لو ورد نص، لأن الاجتهاد يكون عادة معتمد على دليل شرعي فهو إيش؟ حجة شرعية معتبرة. هذا استدل فيه للصاحبين عندما تعارض الفقهاء واجتهادهم حجة أفاد التخفيف، وإذا لم يختلفوا أفاد إيش؟ التغليظ. قال فالمانع من الغليظ أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا. إذا كانت مائعة قدر الدرهم كما شرحت لكم، ووزنا إن كان كثيفا. الدرهم قدروا مثقال، المثقال 5 غرام، فإذا كانت نجاسة مجتمعة تساوي 5 غرام ما الحكم؟ ساعدوني. نجاسة تساوي 5 غرام ما الحكم؟ لا تصح الصلاة معها، وإن كانت أقل من ذلك صحت الصلاة معها. وهو أن تكون مثل عرض الكف. هنا عرض الكف ذكرها مطلقا، بس أنا قلت لكم مقدار قعر عرض الكف، لأن بعض عبارات تخصص، ولو نزلتم في الأسفل تجدوا المسألة مشروحة، يعني ومشروحة بهذه الصورة. لقول عمر رضي الله إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه. الآن هذا النص عن ابن عمر ما وجدناه، في عن إبراهيم النخعي إذا كان الدم قدر الدرهم والبول غيره فأعد صلاتك، وإن كان أقل من قدر الدرهم فامضي في صلاتك. يعني في نصوص أخرى بس عن عمر مشهور في كتبنا بس لم نقف عليه. وظفره كان قريبا من كفنا. والخطاب. وعن محمد الدرهم الكبير المثقال، الدرهم الكبير يعني وزنه مثقال، أي ما يكون وزنه مثقالا، فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعا. وقول محمد على الوزن إن كان مستجسدا، شو معنى؟ إذا كان مجسد جامد أحملناه على الوزن وذاك أحملناه. قال النخعي أرادوا أن يقولوا قدر المقعدة، فكنوا بقدر الدرهم إيش عنه، وإنما قدره أصحابنا بالدرهم لأن قليل النجاسة عفو بالإجماع، يعني إذا نجاسة قليلة معفوة، كالتي لا يدركها البصر. الإنسان عندما يذهب يبول، معذرة أخوتي وأخواتي، عندما يذهب يبول جزما إيش تقع منه نجاسة رشاش بول جزما، فهذا معفو بالإجماع، وإلا لا تصح صلاة أحد. طيب فالقليل الذي معفو والكثير غير معفو. طب نريد ضابط للقليل والكثير فقدرنا بالدرهم. كالتي يدركها لا يدركها البصر، ودم البعوض والبراغيث. والكثير معتبر بالإجماع، فجعلنا الحد الفاصل قدر الدرهم أخذا من موضع الاستنجاء، شرحته لكم صح؟ اللي هو الدبر. فإن بعد الاستنجاء بالحجر إن كان الخارج قدر جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه، وذاك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعا، فعلمنا أن قدر الدرهم عفو شرعا. هذا استدلال سهلة. والمانع من الخفيف أن يبلغ ربع الثوب. في عندنا قول ربع الثوب، الثوب كامل لابس مثلا جلباب، ربع الجلباب، وفي ربع العضو نفسه أو ربع الثوب الذي على العضو، فهمناها. والقولان معتمدان، بس أيهما أقوى؟
ربع الثوب، لأن للربع حكم حكم الكل في أحكام الشرع كمسح الرأس وحلقه. خلينا من حلقه الآن، لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع، صح؟ كمسح الرأس، في الرأس كم نمسح؟ ربع الرأس. ما معنى وحلقه؟ ما معنى وحلقه؟ ما معنى وحلقه؟ نعم، بس احنا نمسح ما بنمسحه اصلا، مسحه قالوا يعني خلاف السنة، ولا بنغسله الحلق، هذا مش في الوضوء ما بنعمله، وفي الغسل شو؟ الحج ماذا نفعل؟ في ايش؟ اذا الحلق مش هذا، طلع الحلق هنا. فاذا حلقنا ربع الرأس علينا جزاء كامل، واذا حلقنا ربع الرأس، واذا حلقنا اقل لا. فهمناها؟ الحلاء مش الحلق هذا، الأخوات زي النعامة اللي بتكون حاط راسه بالتراب ومش شايف الآخرين شايفينه. شو نساوي؟ استغفر الله العظيم. الإنسان مسكينها. ثم قيل ربع جميع الثوب، وقيل ربع ما أصابه، مش حكينا أكثر من قول؟ هل ربع جميع الثوب وهو قلنا الأكثر اعتمادا، والقول الثاني ربع ما أصابه كالكم والذيل. الذيل من يشرحه؟ الذيل قالوا ما يبقى عادة النساء، كان يبقى جزء من الثياب تجر على الأرض خلفها، فهذا يسمى ذيل، يعني لا يغطي أعضاء، هو زائد، هذا يعتبر عضو، هذا يعتبر بنفسه يعني ربعه. فهمنا؟ والدخريص، الدخريص بيكون لابس على رأسه هذا الرأس، الحطة اللي نلبسها هاي الحطة الآن، حتى منديل المرأة يعني ما زاد عن حدود الرأس هذا يسمى دخريص زائد، فنعامل الزائد كأنه عضو، يعني على الرأس هذا عضو والزائد كامل هذا إيش؟ عضو آخر، فنحتاج ربع لهذا وربع لهذا. فهمناها؟ طيب، وعند أبي يوسف شبر في شبر، هذا قول ثالث، وعند محمد ذراع في ذراع، يعني إذا أقل من ذراع معفو، وعنه موضع القدمين يعني مقدار القدم، والمختار الربع. الربع كم حكينا؟ ربع جميع الثوب هو الأقوى من بين هذه الأقوال. ثم بعده ربع قلنا الساتر للعضو، ربع الساتر للعضو. وعن أبي حنيفة أنه غير مقدر وهو موكول لرأي المبتل لتفاوت الناس في الاستفحاش، يعني عند أبي حنيفة كم مقدار المعفو أو غيره أنت تنظر، إذا قلت هذا النجاس على ثوبي كثيرة لا يجوز، وإذا قلت قليلة يجوز، فجعلها على حسب نظر مين؟ الرأي. كم قول؟ واحد اثنين ثلاثة كم؟ ستة أقوال، ستة أقوال ذكر، المعتمد منها أي واحد؟ الأول. حفظنا؟ طيب، وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، خرج دم، بول، غائط، قيح، صديد، يعني الذي انظر خرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير، يعني يجب بعده أن تتوضأ فهو نجس، لماذا أنت تتوضأ؟ لأنه إيش؟ فمثله يعتبر نجاسة إيه؟ نجاسة إيش؟ غليظة، كالغائط والبول والدم والصديد والقيء ولا خلاف فيه. وكذلك المني لقول عائشة رضي الله عنها إن كان رطبا
فاغسليه، قول النبي لعائشة وإن كان يابسا فافركيه. فالمني أيضا عند الشافعي يعتبرون المني طاهر تعرفون، بس نحن في مذهبنا المني إيه؟ نجس، يجب غسله، إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه إنما يغسل الثوب من المني والبول والدم. فإذا بس هذا يستدل لمذهبنا أنه 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 نجس. انتبهنا؟ طبعا الحديث في الأسفل تخرج له أنه ما يعرف لفظا هكذا، وإنما ورد فعلا عن عائشة كنت أغسل الجنابة أي المني من ثوب النبي. ولماذا تغسل لولا أن لم يكن نجس؟ طيب ما عندنا حتى لا ننسى أنفسنا. ولو أصاب البدن وجف، روى الحسن عن أبي حنيفة ماذا؟ لو أصاب البدن وماذا حصل بعدها يقول لك؟ وجف. ولو أصاب البدن وجف، روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر بالفرك. ما هو الذي أصاب البدن وجف؟ المني. وذكر الكرخي عن أصحاب أنه يطهر لأن البلوى فيه أعم، والمفتى به ما هو؟ أنه يطهر. احفظوها. والاكتفاء بالفرك لا يدل على طهارته، فإن الصحيح عن أبي حنيفة أنه يقل بالفرك فيجوز الصلاة، يعني كانت أصبحت نجاسة قليلة، وطالما أنها قليلة تصح الصلاة، حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا عنده خلافا لهما. فيريد أن يقول أنه أيضا على هذا، يعني هذا بالاتفاق بالإجماع عندنا نجس. ثم رأينا كل من يوجب الطهارة، كل ما يوجب الطهارة كالغائط والبول ودم الحيض والنفاس نجسا، فقلنا بنجاسة مين؟ بنجاسة المني، لأنه يوجب أكبر الطهارات، وكونه أصل الآدمي لا يوجب طهارته. يعني أعطانا القاعدة كل شيء يوجب الطهارة بخروجه يكون نجس، وخروج المني يوجب الطهارة، صح؟ فينبغي أن يكون نجس. فالآن شافعي يقول طب خلق الإنسان منه فكيف يكون نجسا؟ هكذا يقول، وكونه أصل آدمي لا يوجب طهارة، كالعلقة دم مجتمع وهي نجس بالاتفاق ومنها أصل الآدمي، يعني ليس متعلق بذلك وإنما هذا حكم متعلق بطهارة النجاسة، ولا شأن له بفكرة أصل الآدم وليس أصل الآدمي. هاي يذكرها بعض الشافعية، انتبهنا لها. وكذاك الروث، خلاص انتهينا. وكذاك الروث والأخثاء وبول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أبي حنيفة، لأن نجاستها ثبتت بنص لم يعارضه غيره. الروث الذي يخرج من الدواب ما حكمه لو سمحتم؟ نجس نجاسة مغلظة، لأنه ما في تعارض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الروث إنه رجس والأخثاء مثله. لو قرأتم في الأسفل الروث جعله عن مين؟ هاي الأحاديث أمامكم. وعندهما لعموم البلوى به في الطرقات، الروث والأخثاء لأنها منتشر في الطرقات عند الصاحبين، حكموا بأنها نجاسة مخففة ووقوع الاختلاف فيه. فعند مالك الأرواث كلها طاهرة، وعند زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر. فإذا الصحابة عند الصاحبين إذا حصل اختلاف وعموم بلوى يصبح من مغلظة إلى، وهنا حكموا بالتخفيف لذاته. ولأبي حنيف أنه استحال إلى نتن وفساد، والنتن والفساد شيء نجس يعني، وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه كصارة الآدمي. فهذا الروث والأخثاء يمكن أن يتحرز بخلاف البول لا يمكن أن الاحتراز عنها، وبالتالي لم يعد فيها ضرورة. والضرورة في النعال، وقد قلنا لأنها في الطرقات، فالنعال نمشي تصبح، والنعال ماذا نفعل؟ تطهر بالمسح. فالضرورة زالت عندما قلنا بطهارتها إيش؟ بالمسح. وبما ذكرنا الحديث والمعقول خرج الجواب عن قول مالك وزفر، إنه هذا يقدم على قول مالك وزفر أنه يوجد أدلة تدل على نجاسته، وهي مقدمة على قول مالك رضوان الله. خلنا نقف عند صفحة 178.